السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لنها اليوم. ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة. واش راكم خياتي؟ واش راهم احوالكم؟ ان شاء الله يا رب العالمين الفيديو تاعي تلقاكم في احسن الاحوال. خياتي عندنا فيديو متنوع في فقرات بزاف، هما لا ننصحكم نقول لكم ما تفوتوش الفيديو، شوفوا المحتوى تاعو وان شاء الله ما تكونوا غير راضيات بحول الله. وهنا خياتي حبيت نشارككم هاد الاواني الخشبيه، هاد لي زاسيات تاع البامبو. كاين بزاف اسئله تجيني على هاد لي زاسيات تاع الحطب، يقولوا لي ناول كيفاش الاستعمال تاعهم، لواش يصلحوا. وهنا ثاني واحد المشتركه في الفيسبوك ولا في القناه معنا قالت لي ناول راني حابه فيديو مفصل على هاد الاواني الخشبيه، متابعه وفيا نوجه لها منا تحيه. واش حبيت نقول لكم، كنت هاد الفيديو سبق ودرته في القناه، اللي كانوا معايا في البدايه تاع القناه تاعي كانوا شافوا هاد الفيديو ديجا، مي بصح للاسف هذاك الفيديو تمسح لي وما ولاش موجود في القناه. همالا حبيت نعاودو باش نفيدكم للاستعمالات تاع هاد الاواني الخشبيه، لما شيوالمو كيفاش يتغسلوا كيفاش يتمسحوا، باش كيما نقولوا نحافظوا عليهم. انا هادو ما راهم عندي من سنوات بزاف، راهم سنين ومنين كيما نقولوا حنايا. ودوكاتيك شوفوا واش عندي هنايا، عندي لي زاسيات في كامل لي فورم، عندي سنوات، عندي هذيك اسمها لا كلوش، ماشي بونبونيا، راح نقول بونبونيا، هذيك لا كلوش. عندي هادو لي بلاطو، عندي شغل هادو مالي يرفدو لي زاسيات تاع الكور، عندي هذا يجي فيه بزاف شلاضه شباب ولا فواكه، كنت سبق ودرت تقديمات بهم في الفيسبوك. اللي يعرفوا ثاني يتناول في الفيسبوك. شوفوا ديك الماكينه راهي دايره حاله، ما راهيش حد، خليني نهدر، راهي تعصر، يعطيها الصحه واش عليه، ما نعايروهاش، نقولوا لها درتي الحس. وف من جهه واحده اخرى راهي غسلت، يعطيها الف صحه. شوفوا هنا واش عندي، عندي هاد لي زاسيات تاع الكور، كل واحد منين شريته، كاين اللي شريتهم من عند انداكس، كاين اللي شريتهم من مابل ناكس، كاين اللي شريتهم من الجرف باب الزوار، كاين اللي بعت حتى للصطيف له العام اللي فات وجبت منهم. يعني هاد التشكيله راهي كل وحده منين مشرياها مليك هنايا. بالنسبه لهدايا تاع لي كور نقدروا كي نديروا هكذايا، نديروا فيه هنايا هذوك لي فيغين تاع الزجاج. ولا ما حسيتش الفيديو طويل بزاف، راني رايحه ندير لكم فيهم هذوك الطويسات تاع الزجاج فورم كور، ونشوفوا كيفاش يجوا بزاف شبان. اولا الغسيل تاعهم نغسلوهم بسائل الاواني عادي كيما هما، كيما اي طبسي رانا رايحين نغسلوه، مي بصح ما راناش رايحين نخليوه مالنا في الماء، نخلوه ينشف. من بعد كي ينشف هذاك الطبسي تاعنا تاع الحطب اللي راكم تشوفوا فيه تاع البامبو، انا رايحين نشدو تويلق فيه قطره تاع الزيت ونمسحوه ونخلوه يبرق، يمتص هذيك الشهوبيه تاع الطبسي تاع الحطب، وراهو رايح يقعد على حالو، ونخلوه ينشف مليح مليح باش نخبيوه. شوفوا هادوما تاع الحوت شحال شبان، كنت سبقت عندي وقيله 3 سنين درت فيهم في الفيسبوك ولا 4، درت فيهم هنايا شويه سردين، شلاضه، بطاطا مقليه، يعني واش راكو حابين ديروا فيهم. هادوما فورم كور يتحملوا حتى طبسي لداخل، نقدروا نديروا داخلو اسيات تاع الزجاج ونسربي فيه باغ اكزومبل كي تكون عندنا حاجه هكذايا شغل ميدومه بزاف ولا ما نحبوش نخسروا هذاك الطبسي تاعنا تاع الحطب، هو راهو رايح يتحمل نواشف اكثر واكثر. وهنايا نقدروا نستعملوا حتى كبلاطو، ديروا فيه هكذا الحبه تاع الكرواسون ولهذاك الفنجال بالسوطاس تاعو تاع قهوه حليب، وتشربوا ديك القهوه بصحه وراحه وانتم ما قدمتوا فيه. عندي هذا ثاني تراه كور مي بصح سيباري، تقدروا ثاني تقدموا فيه الحاجه اللي راكو حابينها. هنايا هذا بزاف شباب، هذا الشغل العفسه تاع الباندا ولا هنايا، حطيت فيه ديجا، درت فيه شحال من حاجه، حطيت فيه مملحات، حطيت فيه اون سالاد. وهنايا عندي معاه لي فيغين 4 تاع زجاج، يعني شريتهم معاه هكذا يجوا 4 تاع زجاج بالمغارف تاعهم. باغ اكزومبل ديروا في هذوك لي فيغين حاجه صالي ولا سكري ولا دي سالاد كيما حبيتو. عندي هذا ثاني تنقدمو كبلاطو هكذا، ندير فيه هكذا بتي بان ومنيا شويه شوكولا، معناتها ديروا الحاجه اللي راكو حابينها. هكذا ثاني هذا ثاني تاع التفاحه، ثاني بلاطو للتقديم، ولا ديروا فيه هكذا يا لي سالي. وهذه يا كلوش كيما راكو تشوفوا فيها، قدمت فيها فاكهه، درت فيها هكذا يا اسيات، ودرت فيها كباب وغطيته. صراحه هاد الاواني الخشبيه خياتي شدوا مليح مليح سخانه، سورتو في فصل الشتاء دافيين، ديجا كي تشوفوهم هكذايا تحسوا بالدفا. وشنو داخل هاد لاكلوش اللي راكو تشوفوا فيها، كي تحطوا لهنايا طبيسي هذاك
تاع الماكله، ديروا لا فورم اللي راهي رايحه تجيكم لهاد لا كلوش وغطيوها، راهي رايحه تقعد الماكله تاعكم دافيه. هذا من ثاني راه يجي فيه لي فيغين هكذا ثلاثه، كنت سبقت وشاركتكم به المرات الجايه ان شاء الله. راني جبت هاد الكوليكسيون تاعي، راني رايحه نشارككم به، وشاركتكم به ديجا في فطور تركي، كنت درت هذاك الفيديو، كنت قدمت في هاد لي زاسيات المهمات. واللي حبت تشوف الفيديو راني رايحه نخليه لها في صندوق الوصف. هذا ثاني بلاطو كبير، فورما كبيره يعني سنيوه يرفد الدنيا والحاله. وقد ما دخلنا لهم حاجه شغل تاع سيراميك بيضاء، راهي رايحه تجي شابه خير وخير، وهدايا لوف الله يجعل يماتنا دائما محبه في الخير ان شاء الله. نقدروا نديروا فيه مكسرات، نقدروا نديروا فيه زيتون، خيار، يعني هكذا شغل تشكيله تاع الشلاضه ولا تاع المملحات، ديروا الحاجه اللي تحبوا وتقدروا تاني تحطوا فيه المكسرات. وهنايا نمدوا افكار للاخوات وشنو هما الحاجات اللي نقدروا نديروهم. عندي هنايا هاد طبيسيات لا فورم كور، هادو ما حجم شويه كبير، نديرهم هنايا. وهنا نقدروا نديروا مثلا شغل هنا زيتون ولا شغل مخللات هاد النوع كامل، ولا حاجه واحده اخرى معجون ولا شوكولا تعطل، ولا معني الا درنا حاجه حلوه رانا رايحين نمشوا فيها حلو كامل، الا درنا حاجه مالحه راهو رايح يتبع فيها كلش مالح. عندي منايا هكذايا هاد الطويسات نقدروا نستعملوهم. شوفوا هنا اللون الابيض شحال يمد شباب داخل الطبسي تاع البامبو، راهو رايح يمد له بزاف شغل يبهيه لداخل. وهنايا نستعملوا الحاجات اللي رانا مسحقينهم هكذا، كيما قلت لكم نحطوا الحاجات اللي رانا حابينهم، كي نديروا حاجات تاع السمكه خاصه اللي عنده على ما يفشش روحو، عنده هاد لي زاسيات يدير كل حاجه مع الحاجه اللي تواتيها، يدير هكذا لي زاسيات هادو تاع الحوتات. انا عندي سيراميك وعندي هادوك تاني تملهيك تاع البامبو. شوفوا منا عندي انايا هاد الكور هكذا، راني حساته صغير، نقدروا بصح يجي تاني شباب هكذا الا درنا هاد لاسيات صغيره هنايا. ونقدروا نديروا هادي تاني الكبيره. شوفوا علاش قلت لكم هذاك الطبسي تاعنا تاع بصح انا جاب لي ربي هكذا يقعد يبان شغل دوبل كور خير وخير، جاب لي ربي هاد الصغير هو اللي عجبني. وانتم قولوا لي تاني اذا عجبكم الصغير اللي في الداخل ولا الكبير. وهنا عندي هاد البلاطو الكبير، عندي هاد لي زاسيات هكذايا كي نديروا لي غراتان ولا، وما نحبوش هادوك لي غام كان تاعنا يجوا سخونين. شوفوا هكذا نحطوا هكذايا، شوفوا شحال خرجوا شبان، خرجوا ما شاء الله. هذه هي كي نقدموهم وكي نحطوا هكذايا هذاك الطياب تاعنا ولا هذاك الكغاتان تاعنا رانا رايحين نحطوا فيه وسط الطبق داخل البلاطو كيما راهو. وهنايا عندي هاد لي فيغين ترونسبارون، نحطهم لداخل هكذا ونعمروا فيهم لي سالاد ولا الديسير تاعنا، راهم رايحين يجوا بزاف بزاف شبان. وهنايا شوفوا عندي هاد لي فيغين ترونسبارون، علاش قلت لكم هنا نقدروا نديروا لا سالاد، وهنايا نديروا هنا نديروا لا سالاد. وهنا انا قدمت فيها ديجا، درت هنا شويه تاع مايس، شويه زروديه مسكرفجه، شويه بطرف مسكرفج، المهم حاجه اللي رانا حابينهم نقدروا نديروهم. شوفوا شحال تخرج هكذا يا شابه ما شاء الله. البارح في المجموعه عندي واحد الاخت سقسات قالت هاد المغارف هادو ما معوجين هكذايا، قولوا لي كيفاش هاملك كيفاش يجوا ساهلين ماهلين هكذا يتعلقوا، يعني حاجه بالطبع هكذا. ان شاء الله يكونوا عجبوكم هاد الافكار اللي رانا نديرو فيهم. ومن هذا تاني تنقدروا نديروه حتى شغل بلاطو نقدمو فيه. استنى نزيد نجيب هادي هكذا هكذايا، شوفوا شحال يخرجوا شبان، معناتها نديروا الحاجه اللي رانا حابينها في هذا البلاطو. انا كاباب اليوم اني درت هكذا، غدوه مانيش رايحه ندير فيهم كامل هاد الحاجات، كي نكونوا هكذايا نقدموا تبان لنا نبدلوا طبسي ولا نبدلوا ديكور. هذا هو الفرق اللي راهو رايح يصنعوا شغل ترتيب الطاوله كي نبدلوا حاجات بحاجات. وهنا كيما قلت لكم لا كلوش تاعنا نحطوا فيها اسيات هكذايا بيضاء، شوفوا ونغطيو عليها، رانا رايحين نعمروا الجواز تاعنا اللي كان داخل هذيك لاسيات. وهنا خياتي كيما قلت لكم هدايا الطبسي نقدروا نستعملوه حتى شغل سنيوه هكذا، غلايه تاع القهوه والكاس تاع الماء والفنيجل هذاك. شوفوا راهو بلاطو يرفد لنا ما شاء الله. كانوا هادو هما الاقتراحات خياتي اللي خليتهم لكم اليوم لهاد الاواني الخشبيه. ان شاء الله هكذا كل مره نديرو بريزونطاسيون تاع لا طابلا، ورايحين تاخذوا افكار واحده اخرى على حاجات ثانيه.
فخياتي سيراميك شحال يخرج شباب مع لي زاسيات هادوما تاع البامبو، يخرجوا بزاف بزاف شابين. شوفوا كيفاش بهاهم، عطيت لكم شحال من فكره، يعني حتى الالوان ماشي شرط الابيض. شوفوا الجون كيفاش خرج، انا مداريه ندير فوقهم الغوج ويخرج بزاف بزاف شباب. دوك تضحكوا تقولوا لي نوال والاحمر، راني يعني شويه تبت منه. هابلك هنايا هادوما لا كلوش تاعي مع هاد السنيوه كيفاش فيها هاد لي غامكان، يعني كل حاجه راهي على عينكم. هكذا ان شاء الله تكونوا خديتوا فكره، ان شاء الله هي لو كان استفدتوا 1% من هذا الفيديو كنا انايا فرحانه وممتنه. خلوا لي طلباتكم شكو حابين تشوفوا، خداو طلبوا مني الاخوات ياتي هذوك لي زاسيات التوعي تاع البامبو كامل، راني لميتهم درتهم في هاد البلاكار اللي انا دايرتهم، هاد الجهه دايرتها مخصصه لهاد لي زاسيات تاع البامبو. كما قالوا ناس زمان، الشيخ كي ما يصيبش واش يدير ينجر عكاستو. هكذا كان راني اليوم ما عنديش شغل بزاف، قلت هما ما عنديش واش ندير، حتى كانت الدنيا فاريه مخمله ومقيقيه بالطبع. يا ربي خدمت حاجه خفيفه برك وجزت للفوق، صورت لكم هذوك لي زاسيات تاع البامبو. وهنا يا خياتي انا رايحين نجوزو نديرو هاد الحبيبات تاع الحلوه، جاو يذوبوا في الفم، جاو ما شاء الله والله العظيم. غنودكم مشاهيكم، يعني ننصحكم ديروهم القهوه تاع العشيه، اكو رايحين تنحوا بيهم حيره ويجوا مقرمشين هكذايا في الفم، ما نحكي لكمش. دوكاتيك خياتي انا نشرب قهوتي من بعد نجوزو نشوفو وشنو هما المقادير اللي نسحقوهم لهاد الوصفه باذن الله. يا نص باكي تاع المارغارين اللي هو 125 غرام، عندي هنايا 3 صفار تاع البيض. هي نورمالمون جوج صفار تاع البيض كيكونوا هادوك البيضات كبار، بصح انا البيضات تاعي صغيرين مساكن راهم هكذا نوفوني، سي بور سا درت 3 صفوره. عندي 3 مغارف تاع الزيت، حاجه باينه كي نديروا شويه زيت مع هذيك المارغارين راهو رايح للصابلي تاعنا ولا الكاطو ساك تاعنا، هذيك الزيت تخليه هكذايا بزاف طري ويجي المذاق تاعو ممتاز. عندي نص باكي تاع لا ليفور، عندي شويه فاني، عندي مغرفه تاع الكاكاو، عندي نص كاس تاع السكر غلاس، عندي 4 كاس تاع المايزينا، وعندي بطبيعه الحال الفرينه اللي رانا رايحين نلمو بها العجينه. اول حاجه نديرها نعمر نص كاس، زايد شويه على النص، ماشي نص جوست جوست، زيدوا له شويه على النص. باسكو العجينه الثانيه اللي انا رايحين نقسموها حيكون فيها الكاكاو، سي بور سا راهي رايحه تولي شويه، سي بور سا نزيدوا شويه سكر باسكو راهي رايحه تولي شويه مره. عندي هنايا هذا، وعندي هنايا تقريبا نص، ماشي نص كامل، تاع المايزينا اللي تمدلها خفصه ممتازه العجينه تاعنا. هكذا هكذا بركات، هذه مايزينا. واش عندي تانيت؟ عندي منه هذا المارغارين، ندير كلش على خطره، ماشي ندير حاجه بحاجه. ونزيد هنايا هذه الزيت، كيما قلت لكم نديرو 3 مغارف كبار، هادي ربع هيا نكملها، ربع مغارف زيت مع هاد العجينة تاعي. كيما مضايا نقول لكم 3 ولا 4 عندي ما تفرقش بزاف. نخلط هاد، شوفوا هاد المارغارين اللي راهي طريه حتى تدخل، شو رشيت كاع الدنيا بالسكر حتى تدخل كامل في بعضاهم. من بعد هذيك نجوزو نديرو لها المكونات الباقيين. شوفوا هنا الخليط تاعي كيفاش نساجم كامل ولا لي شغل كيما بوماد. هنا دوك نبدا ندير له الفرينه، الكميه اللي راني مسحقتها والله هذيك الباله الصغيره. نبداو لا قبل، شفتوا كيفاه هاد الفاني وهاد لا ليفور. هنا نبدا نحط في الفرينه تاعي هكذا، خلوها شويه طريه باسكو من بعد كي نحلوها ماناش حابين تنشف وتبدا شغل تتكسر تالمون تكون العجينه يابسه. هكذا من غير ما نعجنوها نلموها برك بين صبعتينا، راهي رايحه تتلم وتولي لاباس عليها. هنايا نقسم خياتي، غنزيد لها شويه فرينه، نقسم هاد العجينه تاعي لكميه صغيره، راني حندير لها هاد المغرفه تاع الكاكاو باش يولي لي الشكل تاعها بني هكذا. نزيدها راهي محتاجه شويه فرينه هكذا. شوفوا خياتي العجينه تاعي كيفاش راهي طريه، راهي شغل كيما تاع الصابلي،
هاهي هنا ناخذ هاد الغيسيبيون صغيره، الكميه الكبيره تاع العجينه نحطها هنا، وهاد الكميه صغيره اللي راهي هنايا ندير لها الكاكاو. يخا هاني اليوم نضرب ونختار، الله يستر برك. هاني لينا فدها نرميها من يدي، والله غير من الصباح هاني لينا فدها نطيحها. خير اللهم اجعله خير يا رب العالمين. هكذا شوف، ولا شفناها كلا غنزيدو لها كامل هذيك المغرفه. مانيش حابه شغل نعجنها، خايفه نزيدها لها ونلمها كامل على خطره دوك تزيد طيح من يدي. هاني قلت لكم راني نضرب ونخطي اليوم. هكذا نكمل ندخلها كامل في بعضها، نغسل يديا ونجوز ونشكلوها. انا هنا راني رايحه نستعمل هالطابع اللي راني رايحه نقطع به، حبيتو كاري حبيتو مدور كيما حبيتو. هايديك منا العجينه تاعي شوكو من هنايا راهي بيضه هكذا كيما راكم تشوفوا فيها هكذا. حلها غير شويه، نديرها هكذا برك شويه لافور. من بعد ناخذ من هاد الشوكو واش ندير هكذا هكذا عشوائي برك، ندخلوهم في العجينه. بس هذه شويه كبيره، انا دبيه خرجوا لي شغل كيف كيف هكذا. ما نحي لكمش المقطع، خليكم تشوفوا كيفاش راني ندير هكذا. يعني والله غير هكذا القهوه توجد في دقيقه، وميم طون دراري هكذا تغرهم يحبوا يشربوا بها قهوه هكذايا. من بعد عندي انا هاد البلاستيك ندير نحطو من فوق، هادو مالي يجوا بين الحبه والحبه تاع البورك هكذا. شوفوا كيفاش ها راني حلتها، علاش قلت لكم تجي كيما التيكر هكذايا. انا مانيش حابه ندير حبه فوق حبه، راني رايحه نديرها شويه خشينه باش نديرها حبه وحده. مانيش حابه ندير لها المعجون في الوسط، الا حبيتو شغل تجيكم وحده فوق وحده رقوا على اللي درت هنايا هكذايا، رقوا عليها شويه باش كي ديروا حبه فوق حبه ما راهيش رايحه تولي لكم شغل لابياس مونتي تجي حبه فوق حبه هكذا. من بعد نجوز نقطع الحبيبات تاعي كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. اخسروها واجدين هاوليك الشكل تاعهم النهائي. طاب والله الله هكذايا بيان دوغي، والله العظيم غير جاو مين شبعوا، يستاهلوا فمكم هذاك العزيز. شوفوا كيفاش جاو هاد الاشكال اللي جاوني منايا. على بالكم كي تقعد هذيك العجينه في ليكوتي، انا درتها وحده فوق وحده وحده فوق وحده وحليتها بالحلال، عطاتني هالشكل الشباب وخلطهم كيما راهم هكذايا، ما عاودتش عجنتهم كيما قلت لكم. ولا عجبتكم الوصفه خياتي جربوها وشاركونا التطبيق تاعكم في الجروب تاع الفيسبوك تاعي كوزيد بنت القصبه. ان شاء الله كيما نقولوا راني رايحه نخلي لكم الرابط تاع الجروب في صندوق الوصف ولا في تعليق مثبت هكذايا، راكو رايحين تصيبوه. شاركونا ثاني ماشي شاركونا، انضموا معنا للانستغرام كيما قلت لكم، وانضموا معنا للقناه الثانيه اللي راهي خصيصه للوصفات فقط، مطبخ نوال كويزين فاسيل، واللي اول مره تشوف هذه القناه تاعنا كوزين بنت القصبه وعجبتها ديرنا ابوني وتفعل الجرس مقبل كيما كنت نصور هذوك لي زاسيه تاع البامبو. الماشينه دارت حاله بالدوران ودارت حاله بالغناء، قالت لكم راني كملت نشروني حوايجي راهم منشورين. اليوم راهو الحال شباب، البارح كان لو طون كوفير، ما نحكي لكمش هذيك الدنيا كانت كامل مغمومه. اليوم راهو الحال شباب وصاحي وصافي، انا فرحت دائما. هذيك الماشينه كيما داريا نقول لكم راهي تقاسي معايا، ما نغسلش حاجه بزاف، انا ما نحبش نركن هكذايا الحوايج في الطرف، راهم رايحين يجوا واعلين في التطباق. وتانيت ما تحسوش روحكم الاس كي كل حاجه ما تكونش مخدومه. انا ماذا بيا ما نقيس ماشينه، ماشي شرط نديرها الدور بزاف، نديرها رابيد 14 مينوت. الحوايج تاعنا راهم كل يوم يتغسلوا، راهم مقيقين يعني، غير هذيك تشليله
الماكله الخفيفه نديروها وحنايا ريحنا هذاك الراس تاعنا. الفطور تاعي جس ندير شويه تاع تكتوكه، درت شويه فلفل قطعته صغير، قطعت له حبه تاع البصل وشويه ملح، شويه فلفل كحل وشويه فلفل عكري ورشه برك تاع راس الحانوت. والله يا خياتي جات ما تنشبع، انا ندبلها غير هكذايا يعني في لافابور تاعها، نغطيها ونخليها تطيب فيه غردها باش ندير لها الطوماطيش اللي نحيت لها هذيك الزريعه وقطعتها هكذايا طريفات صغار. نكمل نخلطها ونخليها كما نقولوا طيب مليح مليح. نزيد ندير لها شويه على راس المغرفه تاع طوماط كونسونطري، اللي ما يحبش ما يديرش. هاي ليك طابت هذيك التكتوكه تاعي جات ما شاء الله. درت لها هاد البيضات كيما راكم تشوفوا فيهم عينين حبيبات حبيبات هكذايا، ما حبيتش غن نخبطهم ونديرها هكذا، راهي رايحه تنشف شغل كيما العجه. الشكل تاعها ثاني ولا غير يجي مخالف يجي شباب، والبنه تاعها ما شاء الله كيما تعرفوا دراري ما عندهم ماكله في التكتوكه ثاني. مروه قليت لها حبيبات تاع البيض، زوج حبيبات تاع البيض، وهاد المركازات قليتهم منها وسقينا هذيك التكتوكه تاعنا. راني غير انا وياها يعني كلينا هذاك الفطور تاعنا. وهاوليك توكاتيك نجوزو للوصفه تاع التفاح، كيفاش انا رايحين نحتفظو به في المجمد ولا نحتفظو به في الفريجيدار، كيفاش يقعد هكذا على شكله وعلى لونه وعلى حاله هكذايا، نحتفظو به حتى شهر رمضان المبارك ما قعدلوش بزاف. يعني كي نقولو رمضان ضربنا الخلعه، مي بصح في الحقيقه مازالو غير 4 شهور برك هذا ما كان. ان شاء الله يا رب العالمين يدخلوا علينا بالصحه والهنا. دوكاتيك نجوزو خياتي مباشره للوصفه تاع التفاح والمقادير اللي رانا رايحين نسحقوهم في هذه الوصفه بحول الله. هذا التفاح نقدروا نخزنوه داخل الفريجيدار، نقدروا نخزنوه داخل المجمد هكذايا، نستعملوه لحم الحلو ولا حتى نقدموه هكذايا للضيوف. حبيبات حبيبات انا عندي هدايا التفاح المتوسط اللي راكم تشوفوا فيه، هدايا اللي راني رايحه كما قلت لكم نطيبوه في السيرو. اول حاجه هنا عندي كيلو تاع التفاح، راهو هدايا الحجم المتوسط. نسحق مع خياتي منا زوج كيسان تاع السكر، نسحق معاه هذه منا نجمة الأرض مع عود رقيق تاع القرنف تاع القرفة، ما رانيش حابة يكحل لي المرقة تاعي. راني محتاجة كاس ما زهر يقابلو 3 كيسان ماء اللي رانا رايحين نطيبو به السيرو. أول حاجة خياتي نديروها نقيو هدايا التفاح، نقيوه مليح، نحيولو كامل هكذايا القشور ونخليو منايا هدايا العرف، ما راناش رايحين نحيوه، هو اللي راهو رايح يزيننا الحبة تاع التفاح. اول حاجه خياتي انا عندي هنايا هاد لي غوندال تاع القارص كيما راكم تشوفوا فيهم، راني رايحه نديرهم هنايا وندير لهم شويه ماء باش ما يكحلش التفاح تاعي. واللي عندها قارص هكذايا جديد، انا ما عنديش، جبت من الكونجيلاتور تعصر حبه تاع القارص داخل الماء باش ما يكحلهاش التفاح تاعها. هنا جو بريفير خياتي نخلي هدايا القارص هنايا يتلق في الماء باش نقي التفاح تاعي. بصح اول حاجه سبقت في المرحله لازم نوجدوا الشربات تاعنا، هي اللي نطيبوها الاولانيه باش كي نبداو نقيو هذاك التفاح نرميو ديراكتومون هكذا. هنا لازم نبداو نوجدو الشربات تاعنا. وهنا خياتي نبدا نحط زوج كيسان تاع السكر اللي راني رايحه كيما قلت لكم ندير بهم شربات، واحد زوج هكذايا خاصنا موش معمر مليح. عندي زوج كيسان سكر يقابلهم هنايا كاس تاع ما زهر، بيعطينا ريحه ممتازه للسيرو تاعنا. انا مانيش حابه نديرو كامل ما، راني حابه هذاك التفاح تاعي يجيني بنين هكذا. ندير كاس واحد ما زهر هكذا، ريحتو راهي ما شاء الله. يقابلها 3 كيسان تاع الماء، هادو ما نديرهم خياتي فوق النار يغليو 10 دقائق، نطفيو عليهم في الوقت اللي انا نجوز نقي هذاك التفاح تاعي ونبدا نديرو داخل القارص باش نبدا نرمي الحبيبات تاع التفاح لداخل. وبالمناسبه خياتي حتى هذا السر كي يقعد لنا ما نرميوهش يعني من التفاح، اذا كان عندنا هكذا شويه زياده انا رايحين نشربو به الكيكات تاعنا ولا البسكويت ولي تاعنا، معناتها ما كانش حاجه تروح هكذاك برك نديرو في باطا ونحتفظو به كما قلت لكم نشربو به الكيكات تاعنا. نشعل الفرنو يغلي 10 دقائق نطفي عليه. دركا نحط لهم انا راني درت هكذا 3، وهذايا كيما قلت لكم عود رقيق تاع القرفه باش ما يكحليش الشربات تاعي، رجعها لي بالماغون. وهنا شت الحبه تاع التفاح تاعي ونبدا نقي فيها هكذا، نسيسوها باش ما نطيرولهاش هدايا
المترق تاعها ولا القدمير ولا كل واحد كيفاش يقول له. هكذا يعني ما نحفروش هذيك الحبه تاع التفاح، نسعفوها في التنقيه. شوفوا خياتي، راني الحبيبه تاعي راني نقيتها، لو كان نحيلها بهذا يا الحبه تاع التفاح هذه صغيره راهي رايحه تخسر لي، انا ما رانيش رايحه نستعمل هذيك، يكونوا حبيبات تاع التفاح كبار اللي نستعملوا بهذه. انا راني رايحه نسعفها غير بالموس هكذايا، نحي لها الدخلاني هذايا. هاد التفاح راهو طري ديجا، هذيك العظمه الدخلانيه راهي تقريبا ما تبانش، التفاح تاع حد الوقت معناتها طايب هكذا، ما نحفرهاش بزاف. نحي لها كيما قلت لكم هذيك العظمه، نسعفها بشويه ونحيها هكذا. من بعدها نرميها داخل هدايا الماء والقارص اللي راهو هنايا باش ما يكحليش التفاح. هكذا نغلفها كامل مليح ونكمل كامل الحبيبات بنفس الطريقه حتى نكملهم. يكون هذاك التفاح تاعي الشربات تاعي عفوا غلات وطفيت عليها، ونبدا نرمي في الحبيبات ونشوفوا المرحله كيفاش انا رايحين ندير. شوفوا خياتي هاوليك التفاح تاعي راني كامل نقيتو، ما كحال ما والو. دوك في هذا الوقت، ماشي دوك في هذا الوقت، في هذا الوقت نرمي الحبيبات تاع التفاح تاعي الداخل هكذا يا صحاح. وهنا نفس الطريقه نقدروا نديروها براج، كي تكون حبات تاع التفاح كبار بزاف نقدروا نديروا هذاك ثاني التفاح براج يجي شباب، ونخليهم يغليو في هذا السيرو 5 دقائق برك، حتى ماشي حتى يطيبوا ويتكسروا، انا راني حبتهم يقعدوا هكذايا. انا كمان نحط هذه الكميه كامل. وهنا خياتي تقدروا تضعفوا الكميه وتضعفوا المقادير. شوفوا هذاك السيرو تاعي ما راهوش مد هذاك اللون الماغون، راهو رايح يقعد التفاح تاعنا صفر، وهاد السيرو تاعو ثاني تيقعد صفر. كما قلت لكم ضعفوا الكميه باش تخبيوه ان شاء الله داخل الفريجيدار، ديروه داخل الباطا ورايح يشد لكم كما نقولوا مده، وحتى في الكونجيلاتور الا حبيتوا تحتفظوا به الوقت طويل، تزينوا به اللحم الحلو ولا تقدموه للضيوف تاعكم ثاني تراه رايح يشد لكم الوقت طويل في المجمد. هكذايا انا نخليه يغلي دوكا، تكملي ما يغلي شوفوا هذا الرغوه اللي راهي تخرج، هذه الرغوه هي اللي تفسد لنا دائما سواء معجون ولا اي حاجه. احنا دائما مني ما يغلي نحكمو المغرفه، نسعفوه نوقفو قدامه ونحيو هذا الرغوه نتخلصو منها نرميوها. خياتي التفاح تاعي راهو واجد، هاوليك الشكل تاعو النهائي. شوفوا كيفاش جا طاب بيان دوغي، ما تكسر ما تفتت ما تبتخت هذيك الحبه، ما صرا له والو، راهو يذوب في الفم. مي بصح لا فورم تاعو راهو شدها ما شاء الله. طاب كيما قلت لكم على حبه وحده، خدا لي في الوقت من 20 حتى 25 دقيقه في الطياب داخل هذاك السيغو تاعي. هذا بالنسبه للتفاح تاعي اللي الحجم تاعو هكذايا صغير، كي تكون الحبه تاع التفاح كبيره راهو رايح ياخذ حتى 4 ساعه في الطياب. كما قلت لكم في الفيديو من قبل كي كنا نديرو في لا بريباراسيون تاع التفاح، قلت لكم كي تكون الحبه تاع التفاح كبيره تقدروا تنقيوها وتقسموها على 4 وديروه براج. هذا الاحتفاظ تاعو في الفريجيدار، المده تاع الاحتفاظ تاعو حتكون اقصر من المده تاع الاحتفاظ تاع التفاح كي نديروه في المجمد. نديروه داخل علب هكذايا ونديروه داخل الفريجيدار مع هذاك السيغو تاعو هذايا، اكيد نديروه فيه نعوموها عليه ونخلوه داخل المجمد. ومن المستحسن ثاني نديرو باغ اكزومبل ولا طيبنا كميه كبيره الحبيبات تاع التفاح قد ما نجبدو، كاينين لي بواتهم كامل الاحجام، كاين الصغار كاين الكبار، تخبيو في علب هكذايا 4 ولا 5 ولا شحال نتوما راكو رايحين تستعملو، باش كي تجبدو ديك الباطه ما ديكونجليوش كلش. هذيك تدبيره فقط خياتي، هاوليك التفاح تاعي ان شاء الله يكون عاجبكم، وان شاء الله الوصفه تاع اليوم كانت خفيفه ظريفه عليكم. هذا يسيغو تاعو كيما قلت لكم هذا الا استعملتوه شغل بالخف وقعد لكم هذاك السيغو، انا مازالني شويه في الطنجره، راني رايحه نحتفظ به هكذا في بلاره تاع الزجاج، وكي ندير هكذايا شغل كيك ولا الحاجه اللي تتشرب راني رايحه نشربها بهذا يا سيرو اللي فيه لوغو هذا تاع التفاح، يجي هايل هايل. خياتي راهي لا بيريود تاع التفاح، اغتنموا الفرصه وخبيو منه شويه في الفريغو وشويه في الفريجيدار وشويه فرحوا بها روحكم، اكيد راكم رايحين تاكلوه. وهذاك اللي في الكونجيلاتور كي يولي التفاح مشانو ويدير الكرون تجبدوه وتمتعوا به. انا دوك هذيك الفيديو تاعي خلاص، ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم تهلاو في صحتكم وتبقاو على خير يا وجوه الخير.